مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا هنا المنوفية، هنا المنوفية عبر أثير راديو وزارة العرب، معي ومعكم الزميل الجميل إبراهيم صلاح مدير العلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة المنوفية. بنرحب بك يا أستاذ إبراهيم، أنت نجم من النجوم داخل محافظة المنوفية، وبتستقبل إخواتك الإعلاميين في كل وقت وفي كل مكان، وبتعمل على النشاط الجميل ده علشان محافظة المنوفية دايما تكون في الصدارة. التهنئة اللي بتوجهها لهم بمناسبة عيد الإعلاميين تقول لهم إيه يا أستاذ إبراهيم؟ ربنا يخليك يا أستاذ محمد، وسعيد بالاتصال دوت، وكل سنة وحضرتك طيب وكل مستمعينك بخير، وخلص تحياتنا لقناة زهرة العرب اللي طبعا متميزة في تغطيتها كلها على مستوى المحافظة. وأحب أتقدم طبعا بالتهنئة لكل إخواتنا الإعلاميين والصحفيين بمناسبة عيد الإعلاميين 86. طبعا احنا هنا في المحافظة بنحاول نغطي الأحداث كلها، وكلنا إيد واحدة ودايرة واحدة في خدمة بلدنا، وربنا يعود على مصر كلها بخير ويرفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. وعايز أوجه تهنئة برضك للواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الشعلة الجميلة داخل محافظة المنوفية، دايما متواجد ودايما بيحب الإعلام ودايما بيظهر كل ما هو جديد وحديث، كل حاجة على أرض محافظة المنوفية، عشان محافظة المنوفية من المحافظات الرائدة. أستاذ إبراهيم، طبعا سيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، منذ قدوم المحافظة هو شعلة نشاط متواصل دايما مع الناس كلها على أرض الواقع، عنده تواصل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي وأي شكوى للمواطنين، ويحاول يبحث شكاوى على أرض الواقع، ويعني طبعا بينقل تهنئته لكل الإعلاميين، وبيدعي طبعا المولى عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير مصر ويزيح عنا جميعا البلاء يا رب العالمين. طمني بقى على ما يتم الآن ودور الإعلام وحضرتك كمدير العلاقات العامة والإعلام بديوان عام محافظة المنوفية، بتوجه هذه الرسائل للمسؤولين داخل المحافظة وبتقول لهم إيه على جهدكم الكبير اللي دايما بيشرفوا محافظة المنوفية في كل المناسبات وفي كل أي حاجة بتحصل على أرض محافظة المنوفية، وكمان بينقلوا الأخبار اللي هي كمان عن فيروس كورونا المستجد، وبيدوا توعية للمواطنين والأهالي المراكز والمدن علشان نتلافى يعني والبعد عن فيروس كورونا المستجد، عشان ما يصيبش الناس، وبيقولوا لهم التزموا بكل الإجراءات القانونية والاحترازية لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية أو تعليمات السيد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية كمحافظ للمنوفية. طبعا بحب أكد في ظل الأزمة الراهنة بتاع فيروس كورونا، كل المسؤولين شغالين شغلة نشاط في متابعات يومية وتوعية دائمة للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لحد من انتشار الفيروس، في إجراءات في كافة القطاعات من تعليم، صحة، أي خدمات بتقدم للمواطنين بنحاول حاليا في ظل خطة التحكم التحول الرقمي للدولة إن احنا نحاول نخلي الخدمة إلكتروني بحيث نقلل التزاحم والاختلاط. طبعا اليومين دول بيتصادف معانا تقديم لرياض الأطفال والمدارس المتميزة والخاصة والحكومية، طبعا المحافظة كان لها السبق في إطلاق موقع إلكتروني للتقديم للمدارس المتميزة والتجريبية، وده بدأ من امبارح ولمدة شهر. الموقع طبعا بيتيح بسهولة وبيحقق مبدأ العدالة والشفافية، فضلا عن ان النهاردة كان في اجتماع برضو لتفعيل موقع جديد الكتروني لتقديم للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة، وده هيتم اطلاقه الاسبوع القادم. المحافظة طبعا بتعمل على قدم وساق في كافة القطاعات لتقديم الخدمة بشكل مميز. كان في توجيه امبارح من السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن لجان تمر يوميا على المستشفيات، كافة المستشفيات ومستشفيات العزل، المتابعة اليومية والدقيقة على أرض الواقع لما يتم من صرف أدوية واستقبال للمرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية للأسر. كان عندنا مبادرة برضو جميلة قوي في مركز مدينة بركة السبع بالتنسيق مع تجار التجزئة، تجار الجملة وأصحاب المطاعم، تم دعم الأسر اللي هي المصابة بفيروس كورونا وأسر العزل المنزلي بمواد غذائية ووجبات طازجة، وهتستمر هذه المبادرة للأسبوع القادم بالتوالي كده. وإحنا طبعا هنا في المحافظة شغالين على كافة القطاعات،
والسيد اللواء ابراهيم احمد ابو الايمون محافظ المنوفيه بفاتح مكتبه للناس كلها، بيستقبل اي شكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الواتساب، بيحاول يعني بيتعامل مع المواطنين كفرد منهم، يعني بنحاول بقدر الامكان نحسن مستوى الخدمه المقدمه للمواطنين. وأيضا الجديد أيضا في محافظة المنوفية واللي كانت مبادرة من اللواء إبراهيم أحمد أبو الليمون محافظ المنوفية، إن أي واحد مصاب بيتصل أونلاين أو بيتصل على طريق الخدمة اللي بتوصله بمديرية الصحة داخل محافظة المنوفية، ولو في حد مصاب يا جماعة يلتزم بيته، وطبعا هيتم توفير العلاج له من خلال وزارة الصحة اللي عشان تحافظ على المواطنين. ودي حاجة جميلة جدا مبادرة من اللواء إبراهيم أحمد أبو الليمون محافظ المنوفية عشان نحافظ على صحة وسلامة المواطنين. ما تترددوش على المستشفيات، بل اتصلوا عن طريق التليفونات الخاصة بالمحافظة علشان نتواصل معاكم، والعلاج بتاعكم هيجي، وإن شاء الله عشان ما يزيدش الفيروس داخل المحافظة، وربنا يجعل مصر سليمة إن شاء الله. آمين يا أستاذ إبراهيم. إن شاء الله فندم. تحديدا فيما يخص الجزئية دي، تم اتخاذ إجراءات امبارح، وهيتم إعلان خط ساخن للتواصل مع مصابي فيروس كورونا أو حالات الاشتباه. الخط الساخن ده هيكون بإشراف مباشر من السيد المحافظ هنا في الديوان العام، ده فضلا عن اللجان اللي تم تشكيلها لمتابعة العزل المنزلي، واللجان ده تم إعلانها على الصفحة الرسمية بأرقام تليفونات مشكلة برئاسة مدير الإدارة الصحية وعضوة الطب الوقائي. ده بيزور المريض في بيته، بيشخص الحالة، بيشوف لو محتاج ان هو يتنقل لاحد المستشفيات بنقله على الفور، بيحتاج علاج بيديله العلاج. الارقام دي اتحطت للتواصل المباشر عشان نحاول نخفف الضغط شويه على الارقام اللي هي مخصصاها وزاره الصحه. النهارده بدات فعلا اللجان اللي تم تشكيلها بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بمتابعه المستشفيات ورصد اي سلبيات موجوده للتعامل معها فورا. فطبعا كل اجهزه المحافظه هنا شغاله على قدم وساق لخدمه المواطن. احنا يعني قبل ما ننهي نقول لك استاذ ابراهيم، انت راجل جميل وراجل رائع بتعمل مع المسؤولين داخل المحافظه على حب هذا البلد، والناس كلها بتتواصل معاكم. طمنا على التزام المواطنين والتزامكم والعاملين بارتداء الكمامه علشان نحافظ عليكم ونحافظ على المترددين على المحافظه. استاذ محمد، حابب اقول لك ان احنا كلنا في دايره واحده، كلنا شغالين في خدمه المواطن لحد اخر نفس. طبيعي. كلنا مكملين ايد واحده مع بعض، اعلام وتنفيذيين والمواطنين. انا شايف ان في نسبه التزام جامده جدا في الشارع، بنعمل متابعات يوميه على المواقف، متابعه السائقين، الالتزام بالكمامات، متابعه المواطنين وهم راكبين كافه وسائل المواصلات. طبعا برضو من الاجراءات اللي اتخذت النهارده شبه فوريه هو ايقاف الاجازات للاطقم الطبيه لمده شهرين، كل الاداريين والاطباء للمساعده في الازمه وللتواصل وزياده التعامل الفوري مع الازمه. كل دي اجراءات بتتم على ارض الواقع للخروج من المرحله الراهنه. طبعا احنا بنناشد المواطنين بالالتزام بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه حفاظا على صحتهم وسلامتهم. حفظ الله ويعود علينا الايام بخير ويرفع عن مصر الوباء ونكون كلنا بخير دايما ان شاء الله. حفظكم وحفظ مصر وحفظ ابناء مصر الاعزاء وابناء المنوفيه الاستاذ ابراهيم صلاح، مدير العلاقات العامه والاعلام بديوان عام محافظه المنوفيه عبر أثير راديو زاره العرب هنا المنوفيه. احييك واحيي العاملين معك، وربنا يحفظكم يا استاذ ابراهيم. ربنا يخليك يا فندم، شاكر افضالي وكل عام وانتم بخير. مصر جميلة يا جماعة، وحتى نلتقي بكم لكم تحياتي دائما. محمد سعد الإعداد والتقديم.